السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة يا جماعة نتكلم عن أفضل موضوع يمكن بنتكلم فيه، أو أفضل موضوع إن أي حد يتمنى أن يراه. ما منا إلا وله أمنية يدعو الله تبارك وتعالى أن تتحقق، أو له أمر يريد تحقيقه. فحينما يرى بعض الأحلام، هذه الأحلام تدل له على تحقيق أمنيته إن شاء الله. هو في كده؟ نعم، بالاستقراء وبكلام العلماء في علم التفسير المعتمدين وقفنا على بعض الرؤى، وذكروا لنا بعض الرؤى التي تدل إن شاء الله تبارك وتعالى على تحقيق أمنيتك. فحينما أكون عندي أمنية، من الممكن أن أبشر في المنام بتحقيقها. ما هذه هي الرؤى؟ دعونا ندخل في الموضوع. أول رؤية معنا رؤية ثياب المحامي. عارفين المحامي بيبقى له زي معين كده معروف، أو زي ما بنقول الروب الأسود بتاع المحامي. هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. رؤية السرداب للرجل المتزوج خاصة. الرؤية اللي مذكورش فيها أشخاص، ما قولش لا متزوج ولا متزوجة، تبقى عامة لأي شخص، لكن الرؤية اللي تخص شخص بعيني سوف أنبه عليه. فرؤية السرداب للرجل المتزوج تدل له على أمنية. رؤية اللعبة على هيئة دب، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية إن شاء الله. من الرؤى الجميلة والواضحة وهي رؤية الشموع المضيئة، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأمنية. الرؤية القادمة خاصة بالبنت العزباء وهي رؤية الأواني الفخارية. خلي بالكم ان احنا اتكلمنا عن الأواني الفخارية دي لأكثر من شخص قبل كده. بعض الناس من الممكن انها تدل لهم على حمل، بعض الناس تدل لهم على رزق، لكن هنا بالذات للبنت العزباء رؤية الأواني الفخارية تدل لها على تحقيق أمنيتها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا بالنسبة للبنت العزباء هذه الرؤية خاصة بها وهي رؤية الياسمين أو الياسمين. بعض الناس بتقول الياسمين وبعض الناس بتقول الياسمين. فرؤية الياسمين هذه الرؤية للبنت العزباء تدل لها على تحقيق الأمنية. الرؤية اللي بعد كده اعتراف شخص للمرأة المطلقة بأنه يحبها، هذه الرؤية تدل لها على تحقيق أمنية. وكلمة تحقيق أمنية دي كلمة عامة، وكل شخص يختلف على حسب حالته. ما هنا سيادتك أمنيتي تختلف عن أمنيتك، فلما أقول الأمنية إذن كل شخص على حسب حالته، على حسب ما يتمنى، على حسب ما يريد أن يتحقق له. فقد تكون أمنية المرأة المطلقة زواج، لكن ما نقدرش نقول أن اعتراف شخص للمرأة المطلقة بحبه في المنام تدل على الزواج، لا أبدا، تحقيق أمنية. رؤية البنت العزباء لعناق الأب أو لحضن الأب تدل على تحقيق الأمنية، لكن خلي بالكو الأب الحي مش المتوفي، لأن الأب المتوفي لها معنى آخر. فرؤية البنت العزباء حينما ترى في المنام الأب الحي يحضنها في المنام، أو أن يكون هناك عناق بينها وبين أبيها، هذه الرؤية تدل لها على تحقيق الأمنية إن شاء الله. رؤية نقش الحناء على الجسد في أي مكان، وأنا بقول حنة مش وشم، الوشم حاجة والحنة حاجة تانية خالص. فرؤية الحنة، نقش الحنة على الجسم، على الجسد أو الجسم في المنام تدل على تحقيق أمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المطر من الشباك، حينما أرى نزول المطر في المنام أفتح الشباك أقف أتفرج على المطر وهو بينزل، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. بما أننا نتكلم عن المطر، هناك رؤية أخرى خاصة بالمطر، حينما أرى المطر ينزل من السماء ولكن ليس ماء وإنما عسلا أو سمنا، هنا تدل الرؤية على تحقيق أمنية إن شاء الله. من الرؤى الجميلة من الأشياء المعاصرة رؤية شراء الموبايل الأبيض تدل على تحقيق أمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الحمص الأصفر، حمص أصفر، أيوة، في حمص شامي ده بتاع الطبخ، وفي حمص الأصفر اللي هو بتاع المسليات
اللي بيتباع مع اللب والسوداني وإلى آخره، أظن كده واضح. فرؤية الحمص الأصفر تدل على تحقيق أمنية. آخر رؤية، ودي رؤية عجيبة شوية، يستحيل الشخص حينما يراها أن يفهم منها أنها تدل على تحقيق أمنياته، بل بالعكس، ده حينما يراها يقوم من نومه مفزوعا. رؤية الشخص أنه مات ودفن، الشخص اللي يشوف نفسه في المنام أنه مات واندفن كمان، يستحيل أنه يوصل له المعنى ده، فيقوم مفزوع فيروح لمعبر، وده دور المعبر أو المفسر. معنى هذه الرؤية تحقيق أمنية غالية له، سوف تتحقق له إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.